الداخلية بعشرة لاعبين يتعادل مع الأهلي 1-1 وتعادل بطعم الخسارة للنادي الأهلي. كابتن شريف، للأسف نتيجة ما تخدمش النادي الأهلي. شو التاني تحسن الأداء بالتغييرات اللي احنا واحنا قاعدين طالبنا دايما نلعب بالفريق. خلاص لازم تثبت التيم بتاعك بنوعية لعيبة، هي دي الأساس بتاعك. مفيش شك ان اللعيبة اللي نزلت في الشوط الثاني احدثت فرق كبير جدا في الأداء وفي السيطرة. صحيح، اللي كان من اول ديانج علي معلول، علي معلول طبعا، وعلي شريف كده، قفشه، محمد شريف. حصل انك انت بقت الكره الثانيه بتاعتك في الشوط الثاني، عرضيات كتير جدا، محاولات كتير جدا، جبت هدف من كهربا وحسن تصرف وذكاء. جالك الكره دي كذا مره وأضعت، جالك الكره دي كذا مره من كذا لعيب، لكن جات لك كوره برضو اللي هي في شك انها هي ضربه جزاء وكانت على الخط، حسبوها وتحالت طرد. دي هنسال فيها كابتن نصر عباس ايه حاله انا علاء قال لك في اول ماتش، احنا انت قلت دخل فينا كام جول في اخر 18 جول، 18 هدف منهم 8 من الحته دي. كويس، من العمق ده، ودي من العمق برضه، من العمق، نفس الكرة من نفس الحتة من نفس العمق، بل يعني أبسط شيء إن أنا الحتة دي ما حدش يجي عندنا، خلاص ده ناقص 6-7 دقايق. أي معلول بياخد الكرة عايز يضيع وقت عند الكورنر، ما هنا كرة أنت ممكن تلعبها وتجيب جول. لسه ناقص 8 دقايق يا كابتن، كان بدري قوي. لا دي هجمة أنت تبتديها تجيب جول، ناقص 8 دقايق لسه ممكن تلعبها وتجيب جول عادي جدا، وتترد وتتشط تجيب جول ونخلص، نقتل الماتش، لازم تقتل الماتش. التخلي عن المراكز برضه، ما بنجمدش اللعب وما بنعملش، يعني بتتخلي عن مراكز. شادي علاء قال لك مين اللي كان واقف ورا الكوره دي بيغطي؟ طلع شادي حسين اللي بيغطي مكان حمدي فتحي وبيغطي مكان نص الملعب كله. هو كهربا حتى قبل ما يطلع كان في الحته دي وكان علي كويس. ف الماتش من اوله وبدايته احنا ما كناش تحت طلب الفوز، يعني اللعيبه بتلعب في اول هاف تايم ما فيش هارموني بينهم خالص. الفرقه اللي لعبت اول شوط دي ما فيش بينهم اي انسجام، ما فيش اي بيلت ان، بيلت اب، بيلت اي حاجه انك تبني تروح الناحيه الثانيه، تحاول تعمل فكره اي تصويبات، اي تحركات، اي مساندات، ما كانش موجود خالص. لما اتغيرت اللعيبه وبقى في لعيبه عندها كوره وحرفيه شويه في الملعب ابتدينا نلعب. والفرقه الثانيه على فكره فرقه عندها سرعات وكل حاجه، بس واقفه بتقول لك ايه، انا راضيه باضاعه الوقت، انا راضيه انك انا اطلع بنقطه من اللقاء معاك، انا مش ما عنديش في احلامي اكتر من كده. كانت احلامه هتتحقق وهم 10، وكانت في كره ثانيه هتخش جول بعد الجول اللي جابوه. ده درس جامد جدا لينا. بس ليه احنا بنتعلم بالغالي كده؟ يعني ليه اسهل الامور احنا اللي بنصعبها على نفسنا؟ ليه اسهل الماتشات اللي احنا هنقابل الداخليه المفروض بتقول النهارده كل واحد فينا يقول 2-3 يعني الطبيعي بتاع الاهلي، يعني ليه انت بتودي نفسك في مشكله نفسيه تاني انت مش محتاجها؟ ده انت بالعكس النهارده مباراه النهارده كنت محتاج تاخد ثقه جامده قوي فيها، كل اللعيبه دي كانت محتاجه تاخد ثقه، ومحدش يعني انا مع احترامي محدش اعاقك في اي شيء انك تحقق ده، انت اللي بتعوق نفسك، انت اللي مش قادر، انت اللي مش عارف، انت اللي في حاجه في مش مظبوطه. الكره تبقى سهله عشان تلعبها اليه بتتشاط، الكره تبقى سهله عشان تتلعب عرضيه كويس اليه بترجع لورا. معرفش الاحساس بالوقت، الاحساس بالزمن، الاحساس باهميه الفوز، البعد عن الفرق الثانيه، انت بعيد عن فرقه ثانيه كذا بونت، انما بالمكسب بس انت مش بعيد عن حد الا لما تكسب، انت مش هتبقى متربع على القمه الا بالمكسب،
انت مش هتعمل اي فرق الا بالمكسب، وهتنزل تحني تحت الضغوطات، انت هتلعب افريقيا وترجع بدوري وتلعب وتطلع بره وترجع، وهتبقى كلها 72 ساعه بين كل ماتش، فعندك ضغوطات مع مباريات مع فرق اكتر من كده شراسه، لان كل ما هتقرب يا ايمن الفرق اللي هتهبط هتحارب انها ما تهبطش، الفرق اللي بتنافس هتحاول انها تلحق معاك وتمسك في الجلابيه وهتجري وراك وتعمل كل اكتر حاجه عندهم، وما عندهمش ضغوط على فكره، لحقوك لحقوك، ما لحقوكش خلاص هم عملوا اللي عليهم ومش مطلوب منهم ياخدوا دوري ولا حاجه. فانت بايدك انت اللي بتحط نفسك في المشاكل دي. وعلى فكره الشكل النهارده شكل ككل، حتى انا التغييره الاخرانيه اللي بتاعت كهربا دي بالنسبه لي انا عندي عامل قوي في المنطقه دي ضمنه، انا معايا سلاح في ايدي ضمنه بيعرف يجيب جول في اي وقت، في عنده حضور في المنطقه دي، ف حاجات كتير قوي فنيات كتير النهارده، اللعيبه لازم تتفرج على وتشوف الدنيا بتمشي ازاي، مفيش حاجه بتمشي سهله صحيح. واحنا قلنا كده في الهاف تايم مفيش حاجه هتلاقيها سهله خلاص، لازم تركيز اكتر من كده باذن الله وفي ايديكم كل حاجه لسه، يعني الدنيا ما راحتش انما بالمكسب وبالاداء فقط هو ده اللي هيحقق بطوله. يعني كابتن علاء خساره نقطتين مش في الحسبان، خصوصا ان انت كنت متقدم بهدف، داخليه بتلعب ب 10 لاعبين، انت اللي في الشوط الثاني راكب الجيم، يعني سير الشوط الثاني بالذات ما يوحيش ابدا انك انت ممكن تخسر نقطتين، خصوصا ان الفرقه اللي قدامك بتلعب ناقصه. انا بحاول بس ادور على كلام هادي شويه. انا في اخر بين الشوطين بقول لك ايمن الدخول في مباراه دخول سهل جدا لا مبالاه، في اهم حاجه انت ضيعها من ايدك النهارده الروح، بس روحك مش موجوده من قبل المباراه، مش دي روح لعيبه النادي الاهلي خالص خالص، مش دي روح لعيبه النادي الاهلي ولا تركيزهم ولا الشراسه بتاعتهم، يضيع 45 دقيقه مع فريق الداخليه مع احترام الكامل ليهم مفيش خطوره. يعني انت اول كلمه قلتها بين الشوطين ولا الشناوي اختبر ولا عماد السيد اختبر، يعني ماشي الشناوي ما اختبرش طبيعي ده النادي الاهلي واحسن لعيبه في مصر، لكن عماد السيد ما اختبرش يبقى انت مقصر، مقصر في شكلك، مقصر في ادائك، مقصر في تمريراتك، مؤثر في امتلاكك للكوره، في الشراسه الهجوميه، في ضغطك، في يعني هو دايما. انا بص في مشكله، انا دايما بقلقان والله العظيم، وبكل مره بقول لك الكلمه دي انا بقلق من المباراه اللي هي انا سايبها لحد الظروف، فانا عارف هكسب هكسب. طب انا ماشي انا موافق معاك وكسبت بعد المكسب، اديك كسبت 1-0 وفريق بيلعب ناقص لعيب، بس انت محتاج اكتر من كده ايه تاني؟ يعني انت محتاج ليه؟ وانت محتاج ليه جري؟ يعني انت محتاج جري ليه؟ محتاج جري ليه؟ ومحتاج مجازفه ليه؟ ومحتاج كل الكلام ده ليه؟ ولا حاجه خالص. انت كل اللي محتاجه استغل اللعيب الزياده والتمرين من رجل للرجل من رجل للرجل وخلاص بس، وواقف والفريق الثاني خلاص. يعني شعور لعيبه الداخليه خسران 1 ضد النادي الاهلي وبيلعب 10، فانت هو بيبص في حاجه بقت شبه مستحيله خلاص، انتهى الموضوع انتهى خلاص. يعني هو مفهومه انه يا ريت يطلع كده بالظبط، يعني كل اللي بيتمناه لعيبه الداخليه وعلاء ان المباراه تطلع 1-0 وخلاص على كده وقضى ال 10 دقائق دول، لكن حصل العكس، انت بتضيع كور سهله جدا، ان اللعيبه كلها طلعت بقت تلعب كلهم لقدام لدرجه ان الكوره بتقطع منك في حوالي 4-5 في كل هجمه مش موجودين معاك، ونص الملعب بقى فاضي على ديانج، علامه استفهام كبيره جدا على حالته النهارده، تمرير كم تمرير مقطوع النهارده بلا مبرر. ما دي كره القدم يا ايمن، كرة القدم انك تمرر صح وتستلم صح، غير كده انت بتدي الكرة للفريق المنافس مهما كان امكانياته، ما بيلاقوا كرة سهلة. حسيت بعد الهدف ان يعني اللامبالاة زادت اكتر ما هي موجودة، يعني اللعيبة النادي الاهلي النهاردة اللي انا متأكد منه نازلين المباراة اللي هو عند الداخلية حاجة في متناول ان شاء الله نكسبها، فالاهتمام بالمباراة مش موجود، كرة القدم ما فيهاش كده، تحترم كرة القدم وتحترمك، مش هتحترمها استقابل بقى، قابل النتائج واستقبل كلام جماهيرك النهارده محروق دمها، اكيد جماهيرك محروق دمها 1000000%، جماهيرك في روحها في المدرجات اعلى منك 1000000 مره،
ازاي؟ ده الجماهير بتستمد روحها وحماسها لما تلاقي انت بتجري وتروح وتيجي وعايز تكسب وكده. في لعيبه كانت بتلعب حماس الجماهير، لعيب لوحده. فما بالك ايمن الشكل ده، هدوء، تمرير مقطوع، هدوء هدوء هدوء، والمباراه ماشيه زي ما تيجي، ما احنا هنكسب في اي وقت. كره القدم ما فيهاش كده، كره القدم ما فيهاش هنكسب في اي وقت. دي فكره خاطئه تماما، هتدفع ثمنها غالي، ودفعت ثمنها غالي النهارده. تكسب لما الحكم بيصفر، تكسب لما جبت جول. عندك حلين، يا ضغطه جامده جدا وهدف الثاني ان 1-0 دي نتيجه مش حلوه، يا اما انت لعيب زياده في كره القدم. ده بقى في يعني في الكره الحديثه. لا بس وانت بتتكلم يا كابتن على وجود الجماهير في الملعب، ازاي انا يعني حتى الجماهير بتستمد حته التشجيع والحاله اللي هي فيها من اللعيبه؟ كويس. ده العكس تماما، ده انا اللعيب كمان لما بشوف الجماهير ديت بطلع كل عندي، بلعب بروح، هموت في الملعب، اعمل كل حاجه اللي انا اقدر عليها في ده الملعب. ده طبيعي، الطبيعي لو انت نازل في سنه استرخاء كده وتشوف الناس مع الجماهير دي. ما انا هقول لك، لو انت نازل في سنه استرخاء والجماهير دي شفتها، ده انت بتخش خلاص باقصى قوه عندك. لكن انت برضو الريتم واحد يا ايمن، الدخول في مباريات مش كلام. ازاي اعدادك للمباراه، ازاي دخولك في مباراه، ازاي تهيئ لعبتك للمباراه. يعني النهارده ازاي اللعيبه لسه بادئه دي النهارده، في لعيبه كتير قوي لسه بادئه النهارده، ما تستغلش الفرصه. انا في لعيبه بدون ذكر اسامي لعبت وخرجت، انا ما حسيتش بيها، والله العظيم ما حسيت بيها. فليه ضيع فرصه من دي؟ مباراه في المتناول سهله. يعني في مباريات كده بتمسك جدول الدوري، لا الداخليه مع الاحترام الكامل ليهم، مبروك عليهم التعادل، والنهارده بجد بتلعبوا بروح عاليه جدا جدا جدا، ما قصرتوش. عشان كده ربنا بجد كافئكم بتعادل مع النادي الاهلي وفي وقت صعب جدا. لكن انت فاقد حاجات كتير قوي يا ايمن. كره القدم مش زي زمان. كره القدم ازاي تحضر المباراه، وازاي يحمسك، وازاي تعرف النهارده ان 3 نقاط يبعدوك خالص على المنافس، وتبدا تنفرد بالدوري خالص. حتى ما تعاوز حبب تعمل تدوير، تعمل ما عندكش مشكله اعمل تدوير زي ما انت عايز. ما في فرق نقاط مريح، لانك انت عندك مهمه مش سهله في افريقيا. انا ما بتكلمش على المنظر ده في الدوري، قول الحمد لله انت في الدوري الى حد ما عندك فرق نقاط، ولسه بدر الدوري طويل جدا. انا بتكلم على الاهم، انت داخل على مباراه صعبه جدا والله. حتى القطن الكاميروني اللي هو اضعف فريق في المجموعه، المباراه صعبه جدا جدا جدا. ده اللي مضايقنا النهارده. مش متضايق على الاثنين نقطتين راحوا، مش مشكله، الدوري لسه ان شاء الله ممكن تحسمه. لك انا بتكلم على انت ازاي بتبقى داخل مباريات زي كده بتضيع وقت كتير قوي، حتى بينك ونفسك يا اخي. انت كلعيب مش هقول لك حاجه، مش محتاج حد يحمسني من بره ولا يقول لي النهارده. انت كلعيب فينك، انت فين ذاتك لوحدك؟ ما هو زمان ما كانش فيه ولا اعداد للمباراه ولا اتكلم مع ده خالص، هي المحاضره وبتنزل. انت فين؟ انت فين بالتيشيرت اللي انت لابسه ده؟ يعني انت فين بالتيشيرت الاحمر اللي حضرتك تشرفت ولابسه ليه ده؟ انت فين؟ مفيش بجد، مفيش روح، مفيش نخوه، مفيش دقيقه، مفيش ايه ده. انت لابس تيشيرت النادي الاهلي، ده اي حد في العالم في الدنيا كلها، لو سالت اي حد في مصر كلها او بره مصر، انت بتحب يقول لك يا لو البس بس تيشيرت، لو البس تيشيرت النادي الاهلي. فانت لابس تيشيرت النادي الاهلي وتمثل النادي الاهلي ومديك اسم ومديك كل حاجه وجماهير ميته عندك في مدرجات، وده اداك. لا يبقى الغلط فيك انت، الغلط فيك انت كلعيب. فين انت لعيب؟ انت ذاتك فين؟ انا هخلي الوقت المدير الفني هجنبه على جنب. انت فين؟ انت فين؟ انت بينك وبين نفسك لما تلاقي فرقتك بتعادله، ايه ده؟ ده ال 10 لعيبه في ملعب اتعادل وهم 10 لعيبه، ده كان بالظبط الوقت الاضافي والوقت المتبقي ده كان لازم الملعب ده شعله نار، زي ما قدامي كان شيف بيتكلم، شعله نار في الملعب لحد ما اجيب الجول الثاني وخلاص. ما ينفعش، ده انا النادي الاهلي. انما روح الداخليه ب 10 لعيبه تبقى اقوى منك؟ لا. طب ما هو ده خلاص، ده نتيجتك. ما تلومش غير نفسك. صح. ما تلومش غير نفسك. ضيعت النهارده نقطتين. انا موافق، مش مشكله، عادي. الدوري لسه هنعوق فيه، لكن انت داخل على حاجات اهم بكتير، ولو ده شكلك ما ينفعش. ده انت لازم تعمل وقفه كده مع نفسك الاول اللعيبه، واعتقد ان السيد مش هيعدل الشكل ده النهارده على خير. ولا الاداره ممكن تلعب كويس قوي وايمن وتتعادل، واحنا قلنا الكلام ده، بس هطلع كلامي ونبره صوتي هقول يا جماعه مختلف هايلين، والنتيجه مش بتاعتنا طول عمرنا بنتكلم في كده، لكن على الاقل هشيد بيك. انا مش قادر اشيد بحد النهارده،
هات لي نجم مباراه النهارده في النادي الاهلي يا ايمن. مفيش حاجه النهارده. فرجاء النهارده درس قاسي جدا بجد، ما يعديش سهل. وكويس لو جه النهارده ما جاش مثلا في مباراه افريقيا ولا حاجه اتقلبت الموازين كلها، الحمد لله جه النهارده. لان اللعيبه دي لازم تعرف ان هي داخله على مباريات ما فيهاش تهريج، ما فيش حد هيسيبك. النهارده الداخليه بتلعب 10 ومش سايباك، مش سايباك. هو يعني هل لعيبه الداخليه ايمن اللي بتصارع الهبوط خايفه على النقاط، وانت النادي الاهلي بتلعب على القمه وعلى البطوله مش خايف؟ يبقى انت جاي بتضيع وقت. انت جاي النهارده بتحاول 90 دقيقه يعدوا هنكسب، وسبحان الله ربنا اداك مكسب وانت مش في احسن حالاتك. طب حافظ على المكسب، ثقافه حافظ على المكسب دي لتاني مباراه على التوالي. اه طبعا دي سيم داونز، ما عرفش نحافظ على المكسب دي سيم اساسيه من كره القدم. داونز يعني فرقه تقيله وما فيش مش مطرودين ومقلقين، انما ده فريق مطرود منه واحد. والله لعيب الكوره الوقت الزياده في كره القدم الفريق المنافس مش هيشوف الكوره، مش هيشوفها، ومش هجري، مش هتعب نفسي انا، بس بالظبط هسلم من رجل للرجل من رجل للرجل، هضيع الوقت وانتهت على كده. هو هيزهق كمان. فرجاء النهارده درس قاسي شويه، لكن ملحوقه لسه بدري على الدوري. مهم اتمنى يبقى نفوق من بدري، ده داخل على مباريات ما فيهاش تهريج، ما ينفعش اضيع حاجه، وما ينفعش يبقى روحي مش كده، ما ينفعش تركيزي مش كده. لازم روحك وادائك وتركيزك وشراستك لعيب النادي الاهلي. لعيب النادي الاهلي ليه صفات كده، مش اي حد يبقى لعيب النادي الاهلي. التيشيرت بتاع النادي الاهلي ده دايما يقول كلمه، مش اي حد يلبس التيشيرت ده، لانه ليه صفات خاصه. فارجو النهارده نتعلم الدرس، درس خاص جدا. لكن المره الثانيه على التوالي بقولها نعتز جمهور النادي الاهلي والجمهور اللي حضر النهارده، وان شاء الله ربنا يعني كويسه جت في الدوري، ربنا يكرم ان شاء الله، ونخش المباريات القادمه باسم النادي الاهلي. كابتن اسامه، يمكن الكابتن علاء قال لك يعني في دروس بتتكرر المفروض ان انت يعني تتعلم منها، فيها اخطاء فالمفروض تتعلم والاخطاء ما تتكررش. يمكن كابتن علاء نسي ان دي للمرة الثانية خسارة نقطتين مع فريق بيلعب قصادنا ب 10 افراد. أولانية كانت مع فيوتشر، كنا احنا المتفوقين، كنا احنا اللي ماسكين الجيم، قدر فيوتشر ب 10 افراد يرجع في الجيم. النهارده مع كامل الاحترام لفريق الداخلية، في الفوارق بين فريق فيوتشر وفريق الداخلية كبيرة، والفوارق بين النادي الأهلي المفروض وأي نادي تاني فارق كبيرة. أنت لما بتلعب يعني أنا مثلا في كوره في الملعب انا مش عارف هي اتعملت ليه كده، لما احنا كسبانين واحد فريق الداخليه بيلعب 10 لعيبه، وعلي معلول جات لنا كورنر، وعلي معلول بدل ما نلعب الكورنر واحنا متفوقين بلعيب، علي معلول مع احترامي لعلي معلول، علي معلول راجل مميز وليه تقل في الفريق، وانا من ضمن الناس اللي دايما بحب ان علي معلول يبقى متواجد، ولكن انا ما فهمتهاش. يعني لتاني مره احنا ضيع مننا دلوقتي كده 4 نقاط مع فرقتين كنا احنا كسبينهم 1-0، كسبانين الجيم واحنا اللي راكبين الجيم، وفجاه 10 افراد يقدروا يتعادلوا معانا. بالعكس يمكن في اخر 5 دقائق كمان كانوا هيجيبوا فينا جول ولا جولين. استنى يا اسامه، انت عارف مضيع كام نقطه من التعادلات؟ 10 نقط. 10 نقط في 5 مباريات بالظبط، 10 نقط تعادلات. طبعا علي معلول النهارده طبعا غلط انه يضيع وقت من ولسه 7 دقائق، لكن هو يمكن اكتر لاعب لما نزل الشوط الثاني عمل تاثير مظبوط وحركه في الفرقه وادانا سيطره واستحواذ وخطوره هو وشريف من ناحيه الشمال لما نزل. انا قلت لك يا ايمن بدايه الماتش في 8 تغييرات حاصله، ده ممكن يحصل عشان احنا بنلعب في الدوري العام واحنا عندنا رصيد كافي من النقاط، عندنا 40 نقطه قبل الماتش، 40 نقطه من 16 مباراه، واقرب حد لينا 38 نقطه، واقرب حد لينا 38 نقطه من 19 مباراه. يعني معنى كده لو كسبنا يبقى فرق 5 نقط ولسه لينا مباراتين، تعادلنا 3 نقط ولينا مباراتين، لا قدر الله قلت لك خسرنا، حتى انت قلت لي ايه؟ لا صعب ماشي، انا قلت لك صعب جدا لان احنا فرقتنا حتى بالتغييرات احنا اقوى من الداخليه. لكن اللي حصل الشوط الاولاني راح منك تماما، الشوط الاولاني
لم تقدم فيه شيء، يعني 45 دقيقة راحوا بدون أي خطورة على مرمى عماد السيد ولا على الشناوي، عشان برضو الداخلية نازلة خدت بونت خدت بونت، ما خدتش خلاص يعني، هو هيكافح وخلاص ويأدي اللي عليه وهو نصيبه يعني. الشوط الثاني بالتغييرات اللي حصلت، ودي من المرات يمكن القليلة اللي مستر كولر تدخل من بداية الشوط على طول وبثلاث تغييرات. يعني احنا قلنا طب على الاقل تغييره او تغييرتين، ده ثلاث تغييرات مره واحده، شريف وديانج ومعلول مكان بيرسي تاو ومروان عطيه ومحمد اشرف، وفعلا حصل نشاط كبير جدا وسيطره تامه على مجريات الشوط الثاني واستحواذ، وابتدت تبقى في خطوره، وتقريبا فرقه الداخليه بقت تدافع بس، يعني ما فيش حاجه على مرمى الشناوي تماما يعني. وقدرنا نجيب جون في الدقيقه 69، والشكل العام خلاص ان المباراه انتهت، وخاصه بعد طرد لاعب الداخليه. لكن هي المشكله الاحساس بالراحه الايه؟ احمد عبد الرسول. احمد عبد الرسول، هي المشكله في الاحساس بالراحه اللي جه او بيجي لبعض اللعيبه او للعيبه كلها، ان واحد مطرود وانت كسبان واحد صعب قوي يرجعوا للقاء. لا انت قدرت تجيب هدف تاني تعزز، يبقى الموضوع بالنسبه لهم لا يعني لا محاله، هم مهزومين، ولا قدرت تحافظ على نتيجه 1-0، لانك مش شرط لانك مش شرط كل مره انك تعزز الهدف، ممكن في ماتشات بتقدر تعزز وربنا بيكرمك فيها، وفي احيانا ماتشات ما يحصلش تعزيز للهدف، بس لازم انت تحافظ على شباكك نظيف. مظبوط، زي ماتش سان داونز الاخير وزي ماتش النهارده. يعني خطا دفاعي بسيط جدا، سواء في الرقابه او في التغطيه العكسيه، ولذلك احنا لقينا شادي حسين هو اللي بعد رامي، وكمان الكرة طولت قوي من المهاجم اللي هو رشيد. يعني بعد ما لف برامي في مسافة خدت وقت، يعني لو في حد مغطي كويس وراه كان الكرة اتقطعت بسهولة يعني. ف الحمد لله ان احنا عندنا رصيد كافي من النقاط في مسابقة الدوري، يعني المنافسين بعاد تماما عننا يعني، ولكن هو درس ولازم ناخد بالنا، ولازم نعرف انه اللعيبه صحيح في النادي الاهلي كلنا قريبين من بعض وشبه بعض، ولكن ما فيش شك انه ثبات عناصر الفريق في اوقات كتيره في مراكز كتيره بيقدر يديلك شكل استقرار، لكن التغييرات الكتيره برضو بتأثر معاك نسبيا، لكن مش هي دي السبب النهارده الوحيد. انك قلت لك الشوط الثاني انت متحكم تماما في زمام الشوط الثاني، ولكن ما قدرتش تحافظ على المكسب لغايه اخر وقت. ويعني انا بقول هارد لك، الكوره فيها كده، ولكن قلنا ده ممكن النهارده عشان دوري عام ويحصل فيه تعويض، لكن حذاري جدا في مباراه القطن الكاميروني ومباراه سان داونز، لان عدد المباريات في المجموعه بقى قليل، 4 ماتشات بس، والتعويض مش هيبقى سهل زي مباريات الدوري العام. فهنا النادي الاهلي بقى له اكتر من مباراه بيجي فيه اجوان سهله جدا، من بطوله كاس العالم ماتش ريال مدريد كنت عامله كويس قوي ودخل فيك 4 اهداف، طبعا ريال مدريد هو فريق كبير ولكن دخل فيك 4 اهداف بسهوله. ماتش فلامينجو ما بيصلحش المشاكل، ماتش فلامينجو كنت مسيطر عليه تماما وكنت كسبان، ولكن برضو عدم تمركز جيد في النواحي الدفاعيه، الفرقه ككل، ثم الاخطاء الفرديه، لانه انه الدفاع مش بس الخط الخلفي طبعا. الخط الخلفي واحد او الخط الاخير اللي بيحمي، لكن اساسا منظومه الدفاع كلها
من الأجنحة للنص الملعب للمدافعين، وبعد كده الأخطاء الصغيرة اللي هي بتحصل سواء في في الرقابة، سواء في التغطيات العكسية، سواء التمريرات البينية اللي بسهولة بتحصل بين السردباكين زي الجون النهاردة اللي حصل في القلب. ايوه فلازم نهتم شوية زي ما بنهتم بالفرص اللي بتجيلنا عشان نجيبها أهداف، ولما كنا بنضيع فرص كتير كنا بنقول المهم أوي نركز عشان نجيب أهداف. أيضا الشق التاني في كرة القدم هو الدفاع الصلب، وهو عدم مش عارف، أنا عندي شك في الكرة اللي قدامنا دي، ضرب جزاء هسيبها للكابتن ناصر، بس أنا أعتقد إن الكرة حتى لو على الخط، الخط جزء هو ضربه جوه. فين؟ انت رجلك اللي ورا بره، انما اللي جوه جوه، هو ضربه في اللي جوه. الخط جزء من خط، ما اعرفش يعني، سيبها للكابتن ناصر علشان يعني هو يحللها بسرعه. اتفضل يا كابتن اسامه. فالشق انا شايفني على الخط، والخط يعتبر داخل منطقه 18، جزء من منطقه 18. مش فاهم انا. الشق الثاني في في كره القدم الدفاع. قلنا الدفاع صحيح زيه زي الهجوم بالظبط، زي ما في الهجوم بتحاول تخلق مساحات، بتحاول تخلق فرص، بتحاول تجيب اهداف، ايضا في النواحي الدفاعيه لازم انك تقلل الفرص اللي بتوصل لمرماك، انك تعرف تراقب، انك تعرف تعمل تغطيه عكسيه، انك تعرف تقفل مساحاتك وبالذات في العمق. مش عيب ان انت يجي عليك هجمات، بس انت تبقى مظبوط وكل حاجه. لا لا مش عيب، انت بتلعب فرق برضو بتتمرن وعندها. لا انا ما بنقولش ان ما تجيش هجمات، تيجي احنا بس احنا واقفين صح. بنقول ان ايه، ان تقلل الفرص الخطر اللي عليك، تقلل سهوله الكور اللي عليك. يعني ايه كوره زي دي؟ يعني كوره زي دي جون ازاي يعني؟ يعني حتى لا يعني التغطيه من شادي ماله شادي؟ لا سرح شويه. لا لا يعني هقول لك بس يا ربيع، ما انا بص لما يا ريت رجع، يا ريت رجعنا تاني. لا يا ريت رجعنا تاني. لا جاي جاي يساعد الناس ان هي ما رجعتش. ماشي بس هو في المكان. انا بحلله يا كابتن شريف. كابتن شريف طب هقول لك بس يا كابتن شريف، لما انا لعيب بروح مكان لعيب، انا في المكان يبقى بص هو هنا كسل شويه ان يرجع في طبيعي ان يبقى ورا رامي ربيع. انا مش بقول ان شادي لازم يبقى هنا، مفروض علي معلول، بس طبيعي انت لما رحت في المكان لو هو كان واقف قريب شويه ومغطي صح، كان بعد ما طولت من الراجل ده كان اشترك فيها سهل جدا. لما نعيدها تاني اكتر من مره، لو من الاول الجون هنا، الجون هنا وهنا والتغطيه برضو مش هنا بس. لا مش هنا بس. اسامه بيتكلم على اساس انها تولد كمان من الراجل. طبعا طبعا لو في وقفه مظبوط من الاول هنا جنب رامي كانت الكره اتقطعت. مش معنى كده انا بقول رامي طبعا غلط ان الراجل لف بيه كده، لكن برده مفيش تغطيه وراه لان الكره طولت مسافه من المهاجم احمد رشيد. فايا كان لازم نظبط نفسنا في المواقف الدفاعيه ونقلل الخطوره اللي بتحصل علينا والاهداف اللي بتيجي فينا. لكن كره القدم فيها كده، وان شاء الله ربنا يسهل في ماتش القطن وماتش صن داون ان شاء الله. كابتن اسامه، كابتن عادل، التعادل بطعم الخساره ودرس قاسي جدا. طيب يا كابتن، الموضوع مش اليوم، خلينا نبقى منطقيين. يعني انت لاعب اخر 6 مباريات دخل فيك 12 هدف، يعني ايه 12 هدف؟ في معدل هدفين كل مباراه. معدل هدفين كل مباراه ما بيبقاش النادي الكبير اللي يحصل فيه الحاجات دي. يبقى انت واضح عندك مشكله دفاعيه قويه، مفيش تصليح ليها. بمعنى انه انا مش عارف بقى تمرين ولا مش تمرين، انا ماليش دعوه، ماليش دخل في الامر، لكن انا بشايف ان لما بيحصل خلل في النواحي الدفاعيه وما بتتصلحش من ماتش لماتش، بحس ان في تقصير، انك لازم اللي يدخل فيك النهارده ما يدخلش فيك تاني. الاهداف دي اتعملت فيك اكتر من مره، انت بتلعب 10 لعيبه، دي معناها تكاسل تنظيميا جوه الملعب. ماتش سان داونز
جبنا جون، جبنا هدف في سان داونز، تمام. مفيش مانع في كرة القدم انك بعد ما تجيب الهدف تقف لمدة 5-6 دقايق حد ما تشوف الفرقة التانية بتعمل ايه. ما عملتهاش برضو، يعني ده تنظيم تنظيميا، تنظيم دفاعي ما عملتوش. فجي فيك الهدف التاني، 8 حوالين لعيبة سان داونز واتنين جوه، 2 لعيبة بس، الكرة تخبط في العرضة وترجع لهم، معناه انك ما بتنظمش دفاعيا. الكرة دلوقتي فيديو وتصليح اخطاء على الواقف، مش هقول لك عشان بس ما حدش يتكلم يقول لك يعني ما فيش وقت، لا في وقت، بمرن حاجه اسمها شادو كده، يعني هاي حاجه تهيئيه، بنزلك من غير ما اجريك، بس اوقفك اقول لك هتمسك كذا، هتعمل كذا، هتعمل كذا. انا شايف من وجهه نظري لما يدخل في النادي الاهلي 12 هدف في 6 مباريات، انا شايف في تقصير كبير. هل هو تقصير ان مفيش تنظيم دفاعي؟ المدرب بيتكلم معاهم مع اللعيبه وبيعمل تمرين واللعيبه ما بتنفذ. طب 1-2 تغير اللعيبه كتير في خط الدفاع. الخط الوحيد اللي ما فيهوش تغير حراسه المرمى وخط الدفاع، لانه ده اكثر اللي عامل زي الطيارين، لما بيلعبوا كتير بياخدوا على بعض ويشتغلوا على بعض. ده يعني النهارده انا عايز اسالك سؤال، انت لما تيجي تغير من الخط تغير 3 لعيبه، اقصى خط يتغير منه حتى لو انت هتلعب ريال مدريد الماتش الجاي في افريقيا، انك انت في كل خط 1. ما ينفعش انك انت تغير لي 7 و8 لعيبه. ويمكن انا قلت قبل الماتش قبل الشوط قلت كتير، يعني كتير انك انت تغير 8 لعيبه و7 لعيبه. لا، لازم يعرف الطابع اللاعب العربي غير الاوروبي. يعني خلينا نتكلم بقى ايه، احنا مش بننتقد ولا حاجه، بس احنا بندي نصايح. يعني انا دلوقتي بلعب اي فرقه اي كان كره القدم دلوقتي، الفرقه الكبيره لما بتلعب اقل فرقه في العالم بتدافع معاها كويس، لانه حتى لو انا مش هجيب في الجون هسحبك عشان اجيب جون تاني. يعني انا دلوقتي كسبان 1-0 ومطرود منهم 1، حاجه من الحاجتين، لا اضغط عليهم من قدام قوي وما خليهمش يتنفسوا. لو ما لعبش اللعب كده، الكره رايحه جايه. انت عارف يا كابتن، انت تخيل انك كان يدخل في الجونين بعد الجون. ليه؟ ده تنظيم دفاعي، يعني معناه ان كله بيلعب في حتته زي ما هو عايز. كابتن احنا كنا بنتكلم على انك انت ازاي تخلي لاعب جوه الملعب مدرب، في لاعب جوه الملعب مدرب وبيعمل لينك مع المدرب، والناحيه التنظيميه المدرب لما بيلاقي الناحيه التنظيميه فيها فلتان شويه اللي بيحصل بيقف وبيتكلم وبيعمل. انا شايف بامانه الله يعني 12 هدف في 6 مباريات، لا انا شايف ان ما فيش تنظيم دفاعي. انا شايف ان حته الدفاع دي يعني مش في حسبان مستر كره، بيقول اهاجم. في مدارس، لكن خلاص كره القدم اتغيرت، دي كانت مدارس تيلي سانتانا زمان والناس دي زمان، اللي هو ايه، اهاجم واجيب جون 2-3-4 ويدخل فيا 1 ولا 2. اوكي، لا في مصر لا، لازم يعرف دي، علشان يعني في دوري المجموعات في سانت داونز لو كنا وقفنا 2 بس كنا كسبناهم 2 و3 و4، لكن احنا مندفعين والكره رايحه جايه رايحه جايه رايحه. لا اقف، ايه ده، اللعيبه تبقى هاديه، التغيير على اضيق الحدود. انت النادي الاهلي جايب افضل لعيبه في مصر، فاللعيب اللي هيتواجد وهيتعور اللعيب التاني يلعب. يعني انت بمعنى انك انت ما بتجهزش كده اللعيبه، 7 كل ماتش و6 كل ماتش. انا باخد منك الماتش ده النهارده وبعدين بعد الماتش اللي بعده ببقى متوسط الحمل بتاعي. لا انا ممكن اعمل ايه، العبك 70 دقيقه كاساسي وتكسبني واطلعك. حمدي فتحي اخر ال 20 دقيقه مش قادر يمشي. لا واطلعك يا كابتن شريف، مش قادر يمشي. عارف في كام تغيير؟ اقول لك على حاجه، الاجوان دي عادل كلها جات لك بتيجي فيك امتى؟ اخر 20 دقيقه، في الثلث الاخير، اخر 20 دقيقه كل الاجوان اللي انت اتفضلت قلتها معظم وسان داونز معظمهم سان داونز في الاول وفي ريال مدريد بس اقول لك حاجه، وفليمينجو اخر 20 دقيقه دي انت ما عندكش اي تنظيم واي فعاليه دفاعيه. اقول لك حاجه، تنظيم دفاعي، مفيش ليدر جوه الملعب من اللاعبين، خط بيشتغلوا وبيتكلموا.
المفترض انه يتكلموا ورا بعض. اللي مضايقني ايه في المباراه؟ انك انت في المتناول، انك انت في المتناول ثلاث نقاط يروحوا منك، اثنين يروحوا منك، ليه ده في المتناول؟ انت 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 يعني يعني من امتى احنا كنا بنتكلم ان اي مدرب في الدنيا بيعمل لما يعمل استراتيجيته طول السنه الفرق الكبيره، انا بقول الفرقه دي ياخد منها 6 بونت، والفرقه دي ياخد منها 6 بونت، والفرقه دي ياخد منها 6 بونت، لكن انا يبقى مطرود منهم واحد وبلعب؟ لا يعني يعني لازم مراجعه شويه، لازم لازم يتعرف ان الناحيه. يمكن الكابتن شريف بيتكلم في حاجه كمان. صحيح احنا بنقول النهارده داخل فينا 12 جول الاخر 5-6 ماتشات، منهم 7 اخر ربع ساعه. بقول لك ايه يا عادل، يعني ده تاني ماتش، عادل تاني ماتش فيها. انت كسبان، انت كسبان وفي ايدك الماتش، ونفس السيناريو ده كان الماتش اللي فات او الماتش بتاع النهارده. بص يا كابتن، ده التنظيم، ما هو حاجه من الحاجتين، ده التفكير، ممكن التركيز، تفكير يعني الاجهاد يخليك ما تفكرش كويس، ماشي، عدم الجاهزيه ما تخلكش لكن انا شايف ان هم عندهم جاهزيه. مظبوط. لانك بتدور، لانك بتدور كتير. لا انا بتكلم عدم تنظيم. ليه؟ ليه عدم تنظيم؟ اللعيبه بتسرح مع الكوره. ما هو شوف، انا لما بديك واجبات، يعني ودي النصيحه بديها لمستر كولر في اللاعب العربي، اللاعب المصري بالذات، لو اديته 7 مهام هيعمل لك 3. حلو؟ لا اديله 3 يعمل لك 2. حلو؟ لازم الفهم يوصل له بأضيق وأبسط الأمور. بلاش الفلسفة الأوروبية مع اللاعب العربي. حتى في البنالتي، أنت بتتفرج في البنالتي كل واحد بيتغير. النهارده كهربا يعني كان عايز يشوط. يعني برضو دي مشكلة كبيرة. يعني انت دي عندك مشكلة في الحتة، ما ينفعش تدي حرية للاعب جوه الملعب ان يشوت. لا انت هتكرر 1 2 3 4، واحد مش موجود، التاني موجود، التالت موجود، الرابع. وبعدين ما ينفعش حد يعتذر. يعني انت انت لما انت بتقول انا بدي 4 لعيبة ورا بعض، فاللي ما يقدرش يشوت الاولاني ما تقولش دي حد، لا انا حطيت الاربعة. لما اللاعب رقم 1 يطلع بره، بره الملعب خالص، رقم 2 يشوف. فيجب المراجعه، مش عيب. انت نفس الموقف، انك انت بتسرح اللعيبه، يعني بتسرح بعد الشوط اخر 10 دقائق بيلعبوا زي ما هو عايزين، كل واحد بيجري في الحته اللي هو عايزها، غلط. عشان كده بيدخل فيك اجوال. يعني انا بقول متعادل معايا 1-1 ومطرود منه 1-10، ودي الداخليه، مع احترامي لفرقه الداخليه، انا بتكلم عن النادي الاهلي وفرقه الداخليه، في فرق كبير كبير قوي. انت بتتكلم على الاولاني وال15، يعني حتى في الجدول باين وواضح ان انا يجيبوا فيا جون في الوقت ده وهجمتين كمان، ازاي؟ يبقى حاجه من الحاجتين، لا انت مش مركز قوي، لا انت مش منظم قوي، لا انت مجهد قوي، عندك مشكله كبيره. قلنا دي في الداخلية يمكن تتخبط مرة، لا انت اتعمل في سان داونز، اوكي، قلنا اتعمل في فيوتشر، اوكي، اتعمل، انت متعادل وخسران 10 تبنات من في 5 ماتشات تعادل. يعني يعني ما تقوليش ان انا ما اتغلبتش ولا ماتش، مع انا النادي الاهلي التعادل عندي زي الهزيمة، يعني انا بعتبرهم 5 هزايم. فانا بتكلم وبقول انه يجب اعادة صياغة الناحية الدفاعية يا مستر كولر، لان انت هتلعب في افريقيا في مناخ غير عادي، هتروح القطن القمروني بيتغلب من طوب الارض النادي الاهلي، لما هيروح له اتغلب من الهلال، لما النادي الاهلي هيروح له يبقى عيد، هيموتوا نفسهم ويقتلوا نفسهم وهيضايقوك وهيقفلوك. انت هتروح تلعب بره في اي حتة، اديك شفت رحت لعبت في الهلال، رحت. لازم 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 يتقالوا الحاجات الصغيرة، الأجواء، لأن التفاصيل الصغيرة دي مهمة جدا. يعني أنا النهاردة لو كنت أنا المدافعين ركزوا في الناحية الدفاعية وما لهمش دعوة بالناحية الهجومية، أنت كسبان 1-0، لا علي معلول رايح، محمد هاني رايح، والحاجات دي رايح، روح. بس محمد هاني يروح، علي معلول يخش جوه تالت، هتقول لي ما ترد واحد، لا هو التنظيم كرة القدم كده. محمد هاني راح، علي معلول يخش تالت، الاثنين الديفندرات في وسط الملعب، واحد لو راح واحد التاني واقف،
حتى لو ما فيش حد الناحيه الدفاعيه، اخنق الفرقه في النص الثاني لانهم ناقصين، اوسع الملعب، حاجات كتير قوي في كره القدم انا ما شفتش فرقه النادي الاهلي عملها. لما تعادلوا معاك كمان كان عندك 7 دقائق 8 دقائق وقت، انت بتلعب كره طويله. وبعدين انا عاوزك تشوف الحته بتاعت الكره لما بتطلع بره اللعيبه بتجري ازاي تجيبها. لا عيب، احنا ما كناش بنشوف كابتن، احنا داخل فينا 12 جون في 6 مباريات، احنا كان لما بيدخل فينا 4 تجوان في الموسم بحاله كنا بنعيط. احنا احيانا موسم بحاله ما كانش بيدخل فينا الا جون ولا 2 وبنزعل وبنعيط. لا خلي بالك اللعيبه لازم تصحى. كره القدم مش كده يا كباتن، انتوا في مكان كبير قوي لازم تستوعبوا. طبعا نجومنا الكبار بيتكلموا من قلبهم، في زعل او في زعل، مش القصد ان احنا ننتقد بشده، ولكن القصد ان احنا عندنا اخطاء، والاخطاء مش عايز اقول قد تبدو متكرره، لا هي متكرره وظهرت في المباريات الاخيره ورا بعض كتير. فنجومنا حتى لما بيتكلموا من قلبهم ان هم عايزين الافضل للنادي الاهلي. من وجهه نظر كل واحد في اخطاء معينه، الاخطاء دي لازم تتصحح، وتصحح بسرعه، صحح بسرعه، لان انا واحد من ضمن المشجعين للنادي الاهلي خايف من سيناريو يتكرر. انا خايف من سيناريو يتكرر. السيناريو اللي كان السنتين اللي فاتوا كان فيه بعض العوامل الخارجيه، بس احنا كمان كنا مقصرين، احنا كمان كنا مقصرين، يعني سهلنا الامر شويه. الامور لسه في ايدينا، ما زالت الامور لسه في ايدينا، عشان كده بنتكلم بنقول يا جماعه احنا كلامنا كله موجه تقريبا للعيبه. فانيلا الحمراء دي حاجه كبيره جدا جدا جدا، النادي الاهلي ده حاجه عظيمه وحاجه كبيره جدا جدا جدا. لازم انا كلاعب ما بنتقدش اللعيبه، انا بتكلم مع اخواتي الصغيرين، مع اولادي. لازم تحسوا باهميه وجودك في نادي كبير زي النادي الاهلي. لازم تحس ان انت شايل حاجه كبيره قوي قوي، ولابس فانيلا كبيره قوي. لازم لما تنزل الملعب تبقى جدير بارتداء الفانيلا دي. جمهورك مستني منك حاجات كتير جدا جدا عشان انت لابس الفانيلا الحمراء دي، عشان انت بتلعب في نادي العظيم اسمه النادي الاهلي، كيان كبير كل الناس عارفاه، زي ما قالوا الكباتن، ده اي لعيب يتمنى في مصر او في الدول العربيه يجي يلعب في النادي الاهلي. كنا زمان بنقول ايه، ده اي لعيب في اي نادي يتمنى انه يمشي من قدام النادي الاهلي. هي دي حقيقه فعلا، حقيقه فعلا، انت في نعمه كبيره جدا جدا جدا. ما يبقاش رد الفعل كده، ده النادي الاهلي. فاصل نرجع نكمل كلامنا مع نجومكم. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، تعالوا نروح نشوف المؤتمر الصحفي ونشوف مستر كولر قال ايه بعد المباراه. استاذنك بس 3 دقايق قبل الماتش غير التعرف على التحكيم، وبعد كده في 3 اسئله للصحفي. Zuerst eine Zusammenfassung. Und dann hat er 3 Fragen gesagt, dann haben sie gesagt, nein, 5, wir gehen dafür später. 5 Fragen. Strafe. استرافي عقوبه، يعني ان انا اخد 5 اسئله ولا لا 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 هو عشان بس عايزين نسال حاجه. طيب فراغ ستيل مش عقوبه ولا حاجه، بس keine Strafe. اوكي بس wir haben unser schlechtestes Spiel gezeigt hinter mir. ده اسوء ماتش لعبناه في تحت قيادتي. Wir haben wenig zusammengebracht, wir haben wenig Rhythmus gehabt, wenig. كانش عندنا ريتم، ما كانش في أي رغبة، ما كانش في أي أداء. Wenig Ideen. أفكار قليلة جدا، ما فيش أفكار للعب اللي قدام. In der Halbzeit, ja, haben wir das versucht ein bisschen zu korrigieren. بين الشوطين. Etwas besser. حاولنا نحسن ده بين الشوطين، كنا الشوط الثاني افضل نسبيا. Wir haben aber dann, und wir haben dann das Tor geschossen. وبعدين جبنا جون. ما كناش منظمين على الاطلاق بحيث ان احنا نخرج بالثلاث نقط. وانا كنت لسه دلوقتي بتكلم على الفرقه. وان انا مش متقبل ده ومش هقبل الكلام اللي بيحصل ده. لو كنا فاكرين ان احنا نقعد نلعب كره، ان احنا نجري لقدام وخلاص من غير ما يكون في تنظيم دفاعي،
ده مش هيحصل. والجون اللي دخل فينا كانش اي لازمه. وبرضه قدام جات لنا برضه فرص ضيعناها برضه. كانت فرص محققه كنا ممكن نحرز منها اهداف. طه عبد الله، كنت محتاج اعرف ايه سبب استمرار رغبه حضرتك في اشراك المهاجمين رؤوس الحربه زي محمد شريف وشادي حسين في مركز الجناح رغم ضعف الاداء الهجومي اللي بيقدمه الاهلي، وان حضرتك بتقول ان الاهلي بيعاني من نقص في مركز راس الحربه. Warum sind Sie fest überzeugt, dann die Stürmer von Ahli wie Sherif und Shadi an der Seite spielen zu lassen, obwohl man sieht, dass Ahli offensiv nicht so stark sind, beziehungsweise sie haben sich auch beschwert dann über die offensive Leistung der Mannschaft. Und trotzdem lassen Sie dann die Stürmer dann an der Seite spielen. Ja, also ich habe ja mit Koroba im Zentrum gespielt. Leibt auf Koroba, Markus Rassahab. Meine Frage dann über Shadi und Sherif, dass sie dann an der Seite spielen, obwohl das ist nicht deren Position. Ja, wir haben beide gespielt auch schon. Also Shadi hat mit seinem freien Vorder das gespielt. Und, Sherif auch. Sherif auch. Ja, und Sherif ja auch. شادي لعب في النادي السابق لي كان بيلعب في مركز الجناح وشريف اصلا مركزه الاساسي اصلا جناح. وشريف دخل وكان كويس ما كانش وحش. وخلق فرص برضه من مركز الجناح. ومهاجم بالنسبه لي مش معناه واحد بس واقف في القلب في العمق بس ولكن ممكن بيتحرك في الاطراف ده جزء من ان انت تكون في الجزء الهجومي. المردود الهجومي اللي بيقدمه الفريق او انعدامه اصلا في الفتره الاخيره، يعني معظم الاهداف اللي بيسجلها الاهلي بتكون عن طريق الجناح مثلا او المدافعين زي محمد عبد المنعم في ماتش صن داونز وحسين الشحات وكهربا برضو ماتش النهارده. ما كهربا مهاجم وحسين الشحات مهاجم، مش فاهم السؤال. يعني مركزه اساسي جناح. ما هو جناح ده مهاجم برضه، هو لسه قايل دلوقتي. Die Frage dann, warum dann die offensive Effektivität dann der Mannschaft ist so schwach, dass keine Stürmer mehr Tore schießen. Letztes Spiel hat Abdelmenem und Hussein ist kein Stürmer und heute Kahraba. Und dann habe ich gesagt, ich dachte dann, der Coach hat schon gesagt, Kahraba und Hussein sind beide Stürmer, also sie spielen offensiv. Verstehe ich die Frage nicht, aber ja, habe ich übersetzt. Verteidiger oder Mittelfeldspieler dürfen ja auch Tore schießen. Ne? Ja, und Mudafein und Rebet Khatunus im Spiel dann gegen Flamengo haben wir dann waren wir in Führung und hatten wir wegen defensive Fehler haben wir ein Tor kassiert gegen Sandhaus das gleiche heute auch Dieng hätte dann einen Foul machen können dann um diesen Hunter zu stoppen wie werden Sie diese Fehler korrigieren die sich wiederholen. Ja, wir schauen das an. Ich schaue mir das Spiel auch nochmal an, jetzt zu Hause. Und dann werde ich das zusammenschneiden lassen und dann schauen wir das dann übermorgen gemeinsam an und versuchen so Fehler zu verbessern. Und ich habe das schon gesagt, es ist natürlich extrem schwierig, wenn du alle drei Tage ein Spiel hast. Du kannst nie mit der ganzen Mannschaft trainieren. Du kannst diese Dinge eigentlich schlecht dann einzutrainieren, weil eben dann der eine wieder in der Regeneration ist und dass man nicht viel Belastung dann machen kann. Und das ist aktuell halt schwierig und darum passieren halt auch noch der ein oder andere Fehler. Aber wir schauen das an und versuchen das zu vermitteln, dass sie das nicht mehr machen. Ich habe einen Match stehen. وانا كده كده بتفرج على الماتشات بعدها وبقدر ان انا اخد اللقطات والاخطاء وبقعد احللها مع الفريق بعد بكره هنقعد مع بعض ونتكلم في كل الكلام ده تاني
لكن انا بقول الكلام ده قلته قبل كده، ان مع ضغط الماتشات اللي احنا فيه انت ما عندكش القدره على انك تمرن الفريق بالكامل على ارض الملعب على الاخطاء دي انها تتصلح. الاخطاء دي بتتصلح نظري كلها في قاعه المحاضرات في الكلام النظري، لان انت بعد الماتش تاني يوم بيبقى الفرقه عندها استشفاء، اليوم اللي بعده بتبقى تمرين خفيف عشان بتجهز للماتش اللي بعده، ما تقدرش تعمل تمرين تقيل، فمفيش الفرقه كامله ما بتتمرنش مع بعض بحيث ان انا اقدر على ارض الملعب اوقف اللعيبه واشوف الاخطاء وافضل اعالجها في ارض الملعب. بشتغل نظري اكتر مني عملي حاليا مع الفرقه كلها مع ضغط الماتشات دي، لكن هنتفرج تاني طبعا على الماتش واشوف الاخطاء دي واتكلم مع اللعيبه ونقعد نحاول ان احنا نحسن نفسنا وان احنا نقدر نتغاضى عن الاخطاء دي. Ich sage dann, bleibt dann für das Spiel. Für das Ergebnis und die Leistung. يعني يثبت التشكيل اكتر في المرحله الجايه. انا ما فهمتش بصراحه الجزء الاول من السؤال، علاقته او المقدمه عايزه قال اللعيبه بتلعب كوره برجليها اكتر ما بتلعب بعدها. اوكي also die Einführung habe ich nicht verstanden, deshalb dann habe ich noch mal gefragt. Die ganze ägyptische Fußball leidet aktuell unter viele Probleme. Und man sieht schon, dass man muss sagen, dass der Fußball wird nicht nur mit dem Fuß gespielt, sondern auch mit dem Kopf. Das heißt, man muss auch intelligent sein. Und man merkt schon, dass es Probleme allgemein gibt. Werden Sie, um das zu vermeiden, erstmal dann zum Beispiel 2 Trainingseinheiten am Tag machen, um das Problem zu vermeiden oder zu lösen? Und die zweite Frage ist, werden Sie vielleicht dann als Lösung den Startelf dann stabilisieren, das heißt nicht viele Änderungen machen? Also aktuell ist nicht möglich, 2-mal am Tag zu trainieren, weil wir تدريب مرتين في اليوم ده حاليا مستحيل مستحيل وانت بتلعب كل يومين ماتش. ما ينفعش. ففترة الاعداد كنا بنعمل كده فعلا. Und aber da braucht man einfach auch dann mehr Zeit. Da brauchst du, wenn du jetzt eine Woche Zeit hast zwischen einem Spiel, dann ist das eher möglich, dass man zwei. طبعا لو عندي بين كل ماتش والتاني اسبوع الكلام ده كله ممكن، لكن كل يومين صعب جدا. Und die zweite Frage. السؤال التاني بالنسبة. Startelf ist ja natürlich immer schwierig, weil wir haben jetzt noch ein Spiel Sundowns, hatten wir auch Verletzungen. موضوع سبب التشكيل صعب مع عدد الاصابات الكبير اللي ضرب في الفريق بعد ماتش سان داونز. صعب تجيب نفس الناس وتثبت التشكيل. وانا كنت عايز اعمل روتيشن او تدوير عشان نفضل في الريتم بتاعنا. والناس اللي ما بتلعبش قوي ان هم ياخدوا فرصه ان هم يبقوا في رتم الفرقه وما يبقوش تم استبعادهم او ان هم يبقوا بعاد عن الفرقه لكن تكون رجليهم في الملعب برضه. في النهاية دايما بختار 11 يبدأوا المباراة اللي انا ببقى متصور ان هم ممكن يكسبوني الماتش. Und er hat auch über die Konzentrationsprobleme gesprochen. Ihre Meinung dazu? Ja, das versuchen wir oder es ist uns eigentlich auch aufgefallen am Anfang. دي حاجة شفناها من أول يوم لينا مشكلة التركيز وبنحاول إن احنا إننا بنتكلم فيها كتير بنحاول إننا نحسنها كتير ونشتغل عليها كتير. بنحاول عن طريق في التمرين بنحاول إن إحنا بالكورة بنحاول إن إحنا نعمل تدريبات كتير لزيادة معدلات التركيز. النهارده شفنا في آخر المباراة كانت اللعيبة بتضيع وقت وأنت بتلعب الداخلية فريق آخر الدوري بينافس على الهبوط. ودي مش عادة النادي الاهلي ان هو يضيع وقت في اخر دقايق. هل دي تعليمات المستر كولر ولا ولو مش تعليمات انت شايف تفسيرها ايه؟
die Spieler in den letzten Minuten des Spiels dann haben angefangen, dann Zeit zu verlieren, Zeit zu gewinnen. Und das haben wir nicht von Al Ahly erwartet oder ist nicht, was wir von Al Ahly so kennen. War es dann Anweisungen oder von Ihnen, dass die Spieler das machen oder haben die Spieler das von allein so gemacht, dann, dass sie Zeit verlieren? Also wir? Ja. احنا احنا في المضيع وقت دي 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 اللعبه الوحيد بين الاكه قصدي ده ان الاكه معلول ونفشه احنا كنا متقدمين ساعتها الكره اللي هي كانت في الكورنر ما هو ده اللي انا اقصده هو ان على قفش يعني هي هي عشان يلعبها مع عشان كده بس هل تعليمات منه اللعبه دي بس ولا حاجه قصدك عامه الماتش بعدها جيت فينا جول اس ist dann spezifisch dann über diesen Ball dann mit Malul und Afsha weil danach auch dann haben wir ein Tor bekommen was dann absichtlich dann اتلعبت وحش مش كانت المفروض تتلعب كده اصلا das gehört natürlich dazu wenn du spürst und nicht aus und es sind ein paar minuten dass du da versuchst عادي ان الواحد ده في الكوره ان لما يجي لك ضربه ركنيه ممكن انت تستغلها ان انت تكسب بعض الوقت لكن ما تتلعبش بالشكل ده عادة المفروض الكوره لما تكون كورنر واحنا بنلعب كورنر قصير بتبقى الكوره في حوزتك المنافس ما يقدرش يعمل حاجه انت عادة عادة المفروض يعني اخر بس كل مستر كولا ماتش النهارده تكرار لماتش فيوتشر الاهلي كان كسبان 1-0 heute ist eine wiederholung dann vom spiel gegen future wo auch dann future dann mit 10 mann also ein mann weniger haben sie unentschieden und heute auch dann haben sie mit einem mann weniger und heute obwohl man dann gegen einen noch schwächeren Gegner als Future wählen sie dann eine Strafe irgendeine Form von Strafe gegen die Spieler für diese Leistung die sie gezeigt haben sie haben letztes Mal gesagt dass sie keine Strafe machen für Spieler die Fehler machen aber heute sieht man dass die Spieler lässig waren überheblich das hat uns wirklich provoziert dass wir haben auch gesehen dass sie selbst dann auch nicht zufrieden waren wenn Sie eine Reaktion zeigen. Ja, also ich habe jetzt mit der Mannschaft gesprochen. أنا كلمت مع اللعيبة دلوقتي. Bin laut geworden, aber das bringt. وصوتي عالي جدا. Strafe zu verteilen, sondern okay, wir müssen das ansprechen. Ich habe das angesprochen. وأنا قلت لهم اللي المفروض يسمعوه. Und morgen, ja. الكلام اللي انا قلته لهم عندهم بكره يوم يقعدوا يفكروا فيه كويس قوي في اللي انا قلته قبل ما نكمل رحلتنا يعني. انا ما عنديش غير اللعيبه دي على فكره. احنا لازم نشتغل مع اللعيبه اللي معايا دي. لو انا عملت عقوبه هيبقى ده مش القرار الصح دلوقتي. انا قلت كلام جامد جدا. المهم ان اللعيبه الكلمتين اللي سمعوهم دلوقتي كل واحد من اللعيبه يفكر فيهم كويس قوي اللي انا قلته ويعيد تفكيره هو لعب ازاي واللي انا متوقع منه ايه وعندهم الامكانيه ان هم في التمرين وفي الماتشات يبينوا احسن من ده ويوم السبت عندنا ماتش لازم ان انا هختار 11 جداد عندنا ماتش مهم جدا يوم السبت ولازم ناخد الثلاث نقط يوم السبت ich habe eine Frage von mir obwohl ich dann nicht dann Fragen stellen Wir sind aber schon fünf. Und da unten Chemse, da der Kerl Sedes. Das ist von mir, dass die Leistung der Mannschaft dann abgenommen hat. Dann, ist es dann haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Leistung der Mannschaft dann jetzt nach unten geht? Wir haben einfach noch ein doofes Tor bekommen mit einem Mann weniger. Also beim zweiten Halbzeit haben wir eher mehr gemacht als ganz erste. احنا الشوط الثاني كنا افضل من الشوط الاولاني وكان يعني ما حصلش هبوط في المستوى بالعكس المستوى في الشوط الثاني عالي لكن احنا دخل فينا جون ملوش اي لازمه وما ينفعش يجي فينا جون بالشكل ده من فرقه ناقصه يعني. Es spricht dann über die ganze letzte Zeit. Nach der Club WM. سمعنا كلام مستر كولر واضح طبعا عدم رضا عن النتيجة وعن أداء يمكن بدأ الكلام ان احنا قال بدأنا المباراة في الشوط الأول وما كانش فيه رغبة في الفوز من أسوأ الماتشات اللي لعبها النادي الأهلي تحت قيادتي هذا الموسم حاولنا تحسين الأداء بين الشوطين وتحسن الأداء نسبيا
الشوط الثاني، وان احنا جبنا هدف ولكن ما عرفناش نحافظ عليه. وقال ان احنا بعد الهدف ما عرفناش طبعا نحافظ على الهدف، ولكن احنا كان عندنا مشكله في التنظيم. تنظيم هو طبعا بيتكلم على التنظيم الدفاعي، بس بالنسبه لحته التنظيم الدفاعي طبعا في حاجات مسؤول عنها اللعيبه وفي حاجات مسؤول عنها المدير الفني. قال بالنسبه للي حصل بعد الماتش ان هو قال للعيبه في الملعب في اوضه اللبس ان انا لن اتقبل هذا الامر، فما حدث غير مقبول على الاطلاق. بيكلموه على المهاجمين وعدم الثبات، فقال المهاجم بالنسبه لي لا يكون ثابتا في منطقه الجزاء، فلا بد من التحرك في كل حته في المنطقه الهجوميه. وشادي وشريف اللي اجاد النهارده ولعب عده كرات خطره على المرمى لعبوا في المركز ده وفي مركز الجناح في انديتهم قبل كده. قال ساشاهد هذه المباراه مجددا من اجل الوقوف على الاخطاء. ولما اتكلم على الاخطاء قال انا ما عنديش فرصه الوقت ان انا اعالج الاخطاء عمليا في الملعب، يعني بقت كلها نظريا. هو نتيجه ضغط المباريات ما عندوش الوقت الكافي انه يعالج الاخطاء او يصحح الاخطاء في الملعب، فهو بقدر الامكان بيصححها نظريا فقط. وقال اتكلم في الاخر على لما كان في سؤال على كره علي معلول، فبيقول له يعني الصحفي بيسال على الكره دي بالذات لان دي كانت كورنر، كون كورنر للنادي الاهلي، وكان المفروض انها النادي الاهلي يستفيد منها، بس علي لعبها بطريقه معينه، فهو قال يعني ما كانش المفروض ان علي يلعبها بالشكل ده. احنا داخلين يا كابتن شريف على معمع. انا يمكن في الانترو قبل المباراه قلت ان احنا عندنا ضغط مباريات كبير جدا، الفتره اللي جايه فتره صعبه. مش عايز اقول ان انا بناشد رابطه الانديه انها تاجل لنا ماتش المقاولين، لان النادي الاهلي بيلعب باسم مصر. احنا عندنا القطن الكاميروني يوم السبت، وبعدين هنسافر لسان داونز والقطن في نفس الوقت في خلال اسبوع، بينهم محطوط ماتش المقاولين يوم الثلاث. المهم الفترة اللي جاية فترة حرجة، فترة صعبة جدا جدا جدا. مطلوب ايه من لعيبة النادي الاهلي؟ لعيب النادي الاهلي عندك تعليل اول على الكلام بتاع مستر كولر؟ مستر كولر خلاص النهاردة وضحت له الدنيا. نمرة واحد، اللاعب الاساسي اللي بالنسبة له، اللاعب اللي ليه انياب واللاعب اللي ليه شخصية واللاعب اللي لابد ان يكون هو من اول 45 دقيقه موجود. وضحت الرؤيه بالنسبه لك بقى، انت كنت في حاله النهارده توضح لك ما هو اللاعب اللي ليه شخصيه وانياب هجوميه يخلي اي لعيب هو بيلعبه حتى يحبط. انا لما بلعب النادي الاهلي ببقى عايز الماتش يخلص، ببقى خلاص زهقت. النادي الاهلي بيدور الكوره المفروض يمين شمال في نص الملعب، تروح تعمل العرضيه، واحد بيشوط، بنفضل شغالين كده على نفس الموال ده 90 دقيقة. النادي الاهلي اللعيبة الموجودة بتلعب باحساس انا هكسب في اي وقت، ده ما ده خلاص ما بقاش موجود، اتفقنا عليه خلاص. هو الراجل النهارده بيقول انا دخلت وكلمت اللعيبة، كلمت اللعيبة، واللعيبة ممكن يكون عندها اعذار، واللعيبة ممكن تكون مجهدة، واللعيبة اللي هي ما بتلعبش وترجع تطلب منها 90 دقيقة، ما زي حمدي فتحي النهارده. انا حمدي فتحي النهارده اخر 30 دقيقة خارج حدود خدمة، بيروح ما بيقدرش يرجع، لدرجة ان الكرة اتلعبت له 1-2 يحطها ببطن رجله على طول، تفكيره عطلان، وانت فهمته ثانية بتعطل في المنطقة دي يعني يحصل اللي حصل ده، يروح جول 100%. فأنا وأنا واقف بره أنا لازم أكون شايف الحاجات دي الحقيقة. أنا اللي بطور، وأنا اللي بعمل التركيز، وأنا اللي بعمل التمركز، وأنا اللي شايف فرقتي كلها هجمت، و شادي بقى مع الكوره من هجمه لينا بقى بيتابعها لغايه ما وصل ناحيه الباك ليفت. طب والباك ليفت والناس اللي هم يا ريت يجيبوا لنا الكوره دي، والباك ليفت دي لا دي 56، الباك ليفت فين والهاف فين اللي كان موجود في الحته دي؟ ها ده احنا
لو احنا وحشين قوي ما بقاش عندنا ميزه غير الشكل الدفاعي بتاع نص ملعبنا. صحيح. ده لو احنا مش قادرين نعمل اي حاجه زي اول شوط كده، انما عندي نص ملعب بيقدر يروح ويجي ويتحكم. طب لما نزلت بقى نص الملعب اللي هو فيه بلي ميكر وفيه ديفندر عالي قوي زي ديانج، في قفشه والكندوسي ده فضل موجود برده بيحاول، ابتدت الامدادات تحصل لكل اللعيبه داخل ال 18. ادي 1 2 3 4 5 دي الكره اللي كلمت عليها كابتن شريف انت. ايوه ده حمدي فتحي. حمدي فتحي ليه وانتو دي؟ بص مفيش تفكير دي، ما بت... دي بوم ده لو انا فريش. لا هو استلم وحش قوي. لا هو لو استلم صح يبقى جون بركه. هو لو استلم صح كابتن شريف جول. لو هو فريش هيدوس عليه يبقى. ايوه ما انا احنا بنقول يستلم. اه صح هو استلم وحش ورجعت وراه. وسام انا في الحاله دي لا عارف افكر هدوس عليها ولا وقفها ولا شوطها. 3 في 1 اتقطعت الكوره، انتهت الكوره بالنسبه لنا. التحركات بقى بتاعه ال 18 للراجل اللي بيلعب بالعرض ده، واحد يخش جوه والتاني يطلع لبره، يبقى انا عندي تو اورتنتيف للراجل اللي بيلعب عرضيه. 3 حتى مش كلهم واقفين على خط واحد، عايزين الكوره تعدي واحد بس بالذات عشان احنا نجيب جون سهل في لا لازم تبقى في سويتشات كده زي ما حصلت في اول السنه. شادي ده جاب جون كده، محمد شريف جاب جول كده اللي بينزل على طول يروح واخدها ولايت، جاب جولين في الزمالك كده. تسهيل المهمه للراجل اللي بيوصل ناحيه الخط. الفتره اللي جايه الفتره الجايه دي بتاعه اللعيبه بقى، ولازم يبقى في يعني انا برضه انا انت عارف انا قلقان من انا حاسس كده اللعيبه اللي ما بتلعبش وبعدين تقعد وبعدين تلعب بقاش عندها ثقه انا هلعب ولا مش هلعب. انا الراجل حساباته معايا ايه؟ انا نمره واحد، انا لعيب من اللي هو الاي كلاس من ال 11 او من ال 12 ال 13 لعيب عنده، ولا انا بيتجرب عليا لعيب؟ افرض انا جربت الكندوسي النهارده كويس، الكندوسي طلع كويس يبقى انا قفشه مش هشوفه تاني؟ هغير السيستم بتاعي بتاع كله، ولا هو النهارده الكندوسي شويه وبعدين كده بكره قفشه هو اللي هيقود المنطقه؟ فده الحال اللي بالنسبه لي انا كلاعب كره نمره واحد انا بثبت للمدرب ان انا الاحسن، ان انا الاقوى، ان انا لازم العب انا اللي ابتدي. ففي نوعيه لعيبه عندك انت شواهد هي اللي اثبتت لما حصل التغيير النهارده في الشوط الثاني ان هم الاساسي بتوعك. ف مش بعاد عننا اي حد وما اعرفش، ولكن يا كباتن لازم تخش تتفرموا في المنطقه دي وتخلصوا بقى. احنا لما بنعوز دوري بناخده، ولما بنعوز نسيبه بنسيبه. لا ما نسيبوش، فما نسيبوش بقى، لان السنه دي فرصه سهله جدا ان الدوري يكون عندك ان شاء الله. كابتن علاء ما فيش اي من واضح ان الكولر اول مره يطلع يتكلم كده او ينتقد اللعيبه بالطريقه دي ويتكلم معاهم جوه. هو المسؤوليه مشتركه على فكره، مش المسؤوليه مش مسؤوليه لعيبه، يعني احنا النادي الاهلي تيم النادي الاهلي مش مسؤوليه لعيبه بس، المسؤوليه على كل الناس. لكن كويس ان هو اتكلم واتكلم بالطريقه دي، لان زي بقول لك انا دايما انا شايف بقالي فتره الاعداد للمباريات يعني مش الدخول في المباريات مش حلو، مش تروح النادي الاهلي وعايز تخلص المباراه وتهدى ويجي عشان حته الاجهاد والكلام ده. طب ما انت في ايدك كل حاجه، ولا في ايدك تجهد نفسك، ولا في ايدك تجري كتير ولا حاجه خالص، يا بس حاجه بسيطه جدا تفكير. العب بمخك تفكير وقفه صح. يعني النهارده لو بعد يعني بعد ما جبت الجول في الداخليه، اسهل حاجه في كره القدم وقفه صح وتلعب بدماغك من غير ما تجري، بس هتلاقي الوقت ينتهي وخلاص على كده. لكن انا بقولك تاني كويس ان ده حصل، كويس ان بيحصل ده عشان تدخل على مباريات مش محتاجه تفكير طبعاً. على داخل على مشاكل. فما تحصل لك حاجه النهارده اللي هو جرس انذار من بدري، حلو الحمد لله. لو انا بفكر صح مع الناس دي كلهم اقول الحمد لله ان جت النهارده في مباراه دوري لسه بدري، لكن تدخل على الاهم. عشان كده لازم تحافظ قوي على الفترة القادمة، تركيز كويس قوي، اللم الشامل الطبيعي في النادي الأهلي مش محتاج حاجة حد يكلمه، وتركيزك إن شاء الله المباراة القادمة لازم تتلعب، خش فيها بقوة جدا، يعني مركز كويس، روحك عالية جدا، مفيش نتيجة فكرش في النتيجة، لكن لو عملت العناصر دي إن شاء الله هتبقى في الأحسن إن شاء الله بإذن الله. ربنا كابتن أسامة بالنسبة لو تعليقك على مستر كولر والفترة الجاية بالنسبة للعيب نادي الأهلي. مستر كولر اتكلم في نفس الكلام اللي احنا كنا بنتكلمه، وحتى هو قال ما فيش تنظيم بعد الهدف، وده كان باين قلت لك في كذا مباراة من كأس العالم للهلال السوداني للماتش اللي فات بتاع سان داونز، اللي الجون اللي جه فينا بعد المكسب، والنهارده
فالتنظيم الدفاعي ده لازم اللعيبه تبقى عارفه امتى لما بجيب جون ازاي ابقى واقف مظبوط كمدافعين كنص ملعب مهاجمين، ازاي بنحافظ في وقت معين مش عيب حتى لو فرق كبيره جدا، وبنشوف اكبر فرق زي ريال مدريد وبرشلونه وغيره ومانشستر سيتي، في وقت لازم اعرف ازاي اطلع بالمباراه. يعني مش شرط النادي الاهلي، صحيح النادي الاهلي هو الفعل وهو اللي المفروض بيهاجم. ده الجول من اول، بص كام واحد يا اسامه، ممكن تجيبها لنا من ورا معلش، ممكن تجيبها لنا من البدايه. سيبك من البدايه، بص كام واحد معلق في الكوره دي. بص يا اسامه، 1 2 3 4 5 ما هو ده، بص ادي خمسه مضروبين وديانج بيضغط، وبص كام واحد فاضي. يعني ديانج في الكوره دي حاول يعمل فاول كذا مره بس ما قدرش. يعني بص هو حاول يجيب ما قدرش، وبعدين بقى مساحه كبيره دي واحده، وبعدين اقف 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 قبل ما تطلع. مفروض الطبيعي وديانج بيضغط، الثلاثة بتوع الظهر دول كانوا يبقوا على نص الملعب شوية بالظبط، مش تحت كده، فالمسافة كده كبيرة جدا بين رامي وياسر وهاني والمجموعة اللي قدام، ففي مساحات. بص كام واحد ازرق رغم ان هم ناقصين عدديا. تعال بقى بص في دي، اقف اقف بعد اذنك، هي دي قبل الباص. لو شادي كان كمل الطبيعي والمنطقي يكمل. ان شادي يبقى على خط رامي وجنبه، يعني يعني في نفس بالزبط. في نفس يعني حتى لو في التغطيه العكسيه كده المفروض. لا لا بص، حتى لو هو هنا في المكان ده بس القدام، يعني عارف هو عارف هو لو قدامه على خط رامي كان قطع من الراجل. بص بقى هوريك تولت من الراجل ازاي. كمل كمل الهجمه، كمل الهجمه بعد اذنك، ماشي كمل الهجمه. وقفت على كده ولا ايه؟ ايا كان احنا مضروبين من قدام، قلت لك المهاجمين وفي نص الملعب هم هنا. بص 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 بص، شادي ابتدى يفكر امتى؟ كانت بعد ما راح الراجل من رامي. على فكره طولت منه كتير، يعني لو في خطوتين من قدام شويه كان بص طولت قد ايه، كان اشترك معاه. لكن هو صحيح في خطا من رامي طبعا، ولكن ايضا شادي صحيح هو مهاجم مش مركزه الاساسي، بس طالما انا كمهاجم او جناح رجعت في المنطقة دي لازم ابقى حاسب المسافات بتاعتي وازاي اغطي. صح. فهو جون خطأ مشترك من الجميع. صح. ولكن هي الفكرة ان واضح ان النادي الاهلي تنظيما في الناحية الدفاعية احيانا بعد ما بنجيب جون لازم نتعلم امتى نطلع بالجون ده ازاي، نحافظ عليه زي ما حصل في لامينجو واحنا كسبانين 2-1، زي ما حصل سان داونز الماتش اللي فات واحنا كسبانين 2-1 وناقص 10 دقايق، زي النهارده ناقص 5 دقايق ولا 7 دقايق، وشفت انت خمسه سته مهاجمين وديانج بيدافع لوحده في مساحه 30 40 متر في نص الملعب فاضي. فكل دي اخطاء ان شاء الله سهل نتداركها، واعتقد حتى مستر كولر يعني قال انا كلمت اللعيبه وكده، فان شاء الله كمان الاستشفاء مهم جدا الفتره الجايه، واللعيبه مع نفسها معسكر مع نفسها لوحدها، لان انت داخل على ماتشين قطن ماتش سان داونز حاسمين في مشوارك التأهل ان شاء الله. مزبوط. فبالتوفيق ان شاء الله، وهارد لك ان الموضوع ده جه واحنا متقدمين في الدوري بالطريقه دي. يعني كابتن عادل، يعني عايز اتكلم بس على حاجه بتاعت ما فيش وقت في التدريب. انت عندك بيبقى عندك 8 لعيبه مدافعين، 4 بيلعبوا و4 مرشحين للمباراه اللي جايه، ممكن تشتغل بالاربعه التانيين وده اللي بيحصل. يعني حتى لو عندك في ربع ساعه نص ساعه ممكن تشغل. يعني انا دلوقتي هيلعب اساسي الماتش ده التشكيل ده، في 4 تانيين بره اللي بيريحهم فهيرتاحوا المباراه، فانت ممكن تخليهم وجري خفيف. يعني لازم اللاعب المصري لازم يتعود ويتمرن كتير، مش هتفضل تديله شفا ومش هينفذ. يعني دي نصيحه، مش هينفذ لك، لازم تنزل وتاخده الملعب وتوريه وتعدله الخطوات وتعدله الامطار اللي ما بين اللعيبه وما بين اللعيبه علشان الوقفه بتاعتهم دي. 1 2 اخر الجون اللي دخل فينا ده كان فيه حاجه غريبه قوي، انت وكانك لو انت بتتفرج على المباراه وكانك انت اللي متاخر 1-0، وكانك انت اللي ضايع اللي خارج المطرود منك لاعب. ليه؟ لانك انت اللي مندفع اكتر، انت 4 على 4 لو شفت الكرة من البداية تلاقي 4 على 4، ودي مستحيل لما فرقة تكون ناقصة 1. فكل الحاجات التنظيمية دي يجب
يجب انك تتكلم مع اللعيبه فيها. وحاجه تانية مهمه، لازم تشوف لعيب من اللعيبه يبقى قائد. هو القائد في الملعب، لان الليدر احيانا. انت سالت سؤال قبل بتاع، قلت حاجه مهمه قوي، قلت يا كابتن هو المدرب انت ممكن تغير كلامه؟ لا، الراجل اللي معاه في لعيب بيبقى مساعد مدرب جوه الملعب. ارجو ان الحاجات الصغيره دي تتحط في الدماغ باذن الله رب العالمين. ان شاء الله القادم يبقى افضل باذن الله. فاصل، نرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن نصر عباس الحديث عن الحالات التحكيميه. انتظرونا.